مشاهدينا أهلا بكم. تحت هاشتاغ تأملات في السعادة والإيجابية، مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة نشرها سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، والتي أعلن من خلالها عن إصدار كتابه الجديد بعنوان تأملات في السعادة والإيجابية. الكتاب يطرح رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل والإيجابية، ويشير سمو الشيخ محمد إلى أنه حاول الإجابة على الكثير من التساؤلات التنموية العميقة، وذلك من خلال ما تعلمه واكتسبه من خبرات في الحياة، ليتناولها بأسلوب قصصي بسيط في كتابه ليصبح قريبا من الشباب، مؤكدا سموه أن مساهمته بالكتاب تكمن في محاولة نقل تجربته لصناعة الأمل في منطقتنا واستئناف الحضارة بعالمنا العربي. المغردون تداولوا صورا ومقاطع فيديو تحتوي على بعض الأقاويل وأهم العبارات التي جاءت فيه، فبفخر واعتزاز المغردون هنأوا سموه على إصداره الجديد، واصفينه بالإشراقة الجديدة في عالم التفاؤل والإنجاز الإيجابي، داعين الجميع للحذو بأفكاره نحو حياة أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، متمنين أن يحفظه الله، مؤكدين أنه قدوة لكل شخص يسعى للقمة.